شعور الحبيب قلبي يلبى، هل يا دار المولى يجعليش نصيب يا من دار باشور قبا. يا من دار باشور قبا طيبة وطيبة. مرحبا بكم في قناة مطبخ تليمسان. هاد الأيام اللي عندنا المرض ما دابينا نكتروا من العصائر الطبيعية. اليوم عليها جبت لكم عصرة عصير بنين بزاف بنتو بوحدها، جد صحي مفيد لصحتنا كبير وصغير، ويعطينا طاقة كبيرة في هاد الشهر الفاضل. الله يجعل بيدخلوا علينا بالصحة والهنا. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وباش نحضروا العصير تاعنا نهار اليوم، نحتاجوا فيه الى فاكهة البرتقال اللي هي التين. نفدوا 4 حبات تاع البرتقال، عندنا الموسم تاع الطونسون راه شباب تاع بلادنا ما شاء الله عليه. نغسلوه مليح جيدا ونشفوه، نفوتوا نقيوا الحبات تاع التين مليح. نقيوا كامل الحبات ديالنا. هاو ديال اللي نقيت الطومسونو، نحيو لها حتى هاد البيض باش العصير ديالنا ما يجيش مر. اشروه مليح حتى بهاد الاشره البيضاء، نقيوها مليح. صاي نحيت لها مليح هاد البيض، نحيو لها هاد الراس اللي من الفوق. نعاود نحيو لها القاعده بنفس الطريقه، نقي كامل التينات اليوم عندي، ونعاود نشوفكم ان شاء الله فيما بعد. صاي نقيت هذوك 4 الحبات تاع التين اللي كانوا عندي، دابا نفوتو باش نقصهم الى دوائر. بسم الله، جبت اللوحه ديالي، نفوتو باش نقصهم دوائر. هذا المقام نجهلو، نحاولوا نحيوا هذاك الوسط، هذاك البيض اللي فيهم، نعاودوا نقصوا كل دائره على نصف، نحطهم هكا صح هذاك الوسط دائما. اذا كان التين ديالنا فيه العظم نحيوا العظم، هذا العود البيض اللي في الوسط صو هكذا نصاص. بنفس الطريقة نكمل كامل الحبات الاخرين اللي عندي. نعاود نشوف. إذا بغيت تعرف فضلو تجمع من الخصائل جملة. صاي كملت وقطعت كامل التشين اللي كان عندي، قدموا تنقيوه من داك البيض، قدموا العصير ديالكم ما يجيكمش مر. وحتى الا كان عندكم العظومه نحيوه له كامل، لان الطونسون ديالي ما فيهش كامل العظم. تحتو ما الا عندكم العظومه ما تخليو حتى عظم. في هذه المرحله نجيبو غشاء بلاستيكي اللي هو الفيم اليمونتير، نغطيو على الصحن ديالنا ونحيوه في الكونجيلاتور اللي هو المجمد. علاش نحيو التشين في الكونجيلاتور؟ باش القوام تاع العصير ديالي يجي متماسك، ميجينيش خفيف بزاف، يجيني خاطر. اللي يحبوا يكون صحي اكثر ما يطيحش الكونجيلاتور مباشره، يكمل معايا الطريقه ويخدم العصير ديالو. واللي يحب القوام تاع العصير ديالو يكون خاطر يعملوه في الكونجيلاتور كيفي. نخليه ساعتين يتكونجلا لي التين، نعاود نشوفكم ان شاء الله فيما بعد. راني عاود وليت لكم البنات، بعد لي التين ديالي تكونجلا لي كملوا الوصفه تاع العصير. نحتاجوا الى الفاكهه الثانيه باش نحضروا هذا العصير اللي هو التمر. راكم عارفين فاكهه تاع التمر غنيه عن التعريف، مليحه بزاف لاجسامنا، مفيده بزاف لصحتنا. نفدو 15 حبه تاع التمر. شوفوا الحبات تاعكم يكون معسلين طريين، ما تشوفوش هذيك التمر اللي تكون ناشفه واصحه ويابسه، شوفوها شويه طريه، ولا عاد حتى تكون طريه على هادشي ماذا بكم. اذا 15 حبه تاع التمر. نحلوا التمر ديالنا، نحيوا لها العظمه اللي في الوسط، نعاودوا نقصوهم الى قطع صغيره. كي نطحنوهم ينطحنونا بكل سهوله. نقي التمر ديالي نقصها قطع صغيره، نعاود نشوفكم ان شاء الله. الشمس والقمر يذهلوا لو كان ساكنو يتجلى، نحكي شمايل المصطفى ونحكي شمايل المصطفى. الان كل شيء عندنا واجد. ها هو اللي تشين جبتو من كونجيلاتور من المجمد. التمر هو دار عندنا اللي قصناه الى قطع صغيره، دا نفوتو نطحنو باش نوجدو العصير ديالنا. نحتاجو الى كميه من الماء صالح للشرب، هنا وجدت 1 لتر. نعاود نشوفوه حسب الرغبه، كل واحد كيفاش يحب القوام تاع العصير. انا في البدايه نبداو 1 لتر، نعاود نشوف حسب الحاجه. كذلك وجدت 3 معالق كبيره من العسل، من الافضل يكون عندكم عسل طبيعي باش هكذا الجو ديالنا يكون صحي. ولا ما عندكمش عسل طبيعي تقدو تعملو هذاك العسل اللي ينباع في المحلات، ولا تعملو السكر. نفتو الخلاط ديالنا ولا الغراف باش نخدمو الجو، والتين ديالنا راح كونجلي، نعملو قطع شوية بشوية نبقاو نطحنوه. نعملو كمية من التمر، كمية من التين، وكمية من الماء.
نعملوا الغطاء مباشره نفوتو باش نطحنو. فخم الفاصل قوي جسمو نظيف بها من القمر. نعاود نريد الغوبو ديالي نعاود نطحنو مره ثانيه باش ينطحن ليه مليح هذاك التمر. صاي طفيت على العصير نحيم الغوبو مباشرة نجيبو صفاية باش نصفيو العصير. لحية مجممة مكحولة شعر كثير البياض في السواد. هاد البقايا اللي نحيتهم نعاود نرجعهم في الغراف باش نعاود نطحنهم مرة واحدة أخرى. بنفس الطريقة نعاود نعمل شوية التين وشوية تمر بدون نضيفو حتى العسل في هاد المرحلة. معليش عندو كامل كمية العسل. لحية مجممة مكحولة شعر كثير. كمية تاع التمر وكمية تاع الماء. بنفس الطريقة نكمل ونطحن كامل التين والتمر ونصفيهم. نعاود نشوفكم ان شاء الله. لحية مجممة مكحولة شعر كثير البياض في السواد اختفاها داري ودار بويا نمكث ماني غريب. كملت وطحنت كامل كمية تاع التين والتمر اللي كانت عندي. راني مخلطة معاهم العسل. هاودا صفيتها هاودا البقايا اللي بقاولي تاع التمر وتاع التين. نعاود نرجعهم مرة واحدة أخرى في الغراف ديالي. هاودا الغراف نعاود نرجعهم مرة واحدة أخرى. نحالي هاد الجو وباش يجينا العصير ديالنا خاتم نزيدو له حبة تاع البنان اللي هي موزة. شوفوها من الأفضل تكون شوية طايبة باش تنطحن لكم مليح ويجيكم حلو العصير ويجيكم خاتر. راكم عارفين بلي الموز اخترنا العصير. نقصها مباشرة إلى قطع صغيرة في قلب الغوبو ولا في قلب الغراف ديالنا ولا البلاندر كل واحد كيفاش يسميه. نزيد لها كمية من الماء مكترلهاش بزاف غير علاش تنطحن ليه. شوفوا في الأول أنا كنت عاملة لتر من الماء كملتو عاود زدت نصف لتر. هو دا خليت منه حوالي ربع لتر. نشوف نطحن هاد الكميه وما نزيدش الماء وندوقه ونشوفوا الا تحبوا الماء اكثر زيدوا له ولا جاكم مليح صاي بلع على الطاس ديالي ولا الغراف نفوت باش نطحن البنان. صاي اكتفي البنان ديالي راه نطحن نفوت ونعاود نصفيوه. شوفوا البنان شحال يجي خاطر فيه مليح. انا كنت طامعه باش هذوك الكرايد الصغار تاع التمر يزيدوا ينطحنوا لنا. شوفوا ما بقاوناش بزاف هذوك الشوائب تاع التمر قريبه كلشي نطحن باش هكذا ما نضيعوا والو. البنات شوف قريبه كلشي نطحن لي. نزيد قليل من الماء نشل الغراف ديالي والعصير ديالي اصبح جاهز. شوفوا القوام ديالو راه خاتم خاصه كي يشرب بارد منعش. تنشوفوا ان شاء الله القوام ديالو في طبق التقديم. البنات هذه هي كميه تاع كامل العصير اللي جاتني. هاد الغراف ديالي يرفد فايت لتر ونص البنات مع هاد الكيسه عندي كبار. شوفوا هذا ما عمرتوش كامل حتى هذه هي كامل الكميه باش نوري لكم. جا تقريبا 3 لتر تاع العصير ولا لا تشربوه وتعاودوا في هاد الجو تاع نهار اليوم. شوفوا القوام ديالو بسم الله. شوفوا شحال خاطر. شوفوا البنات روعه روعه البنات بنين بزاف. غير جربوه جيت صحي مفيد بزاف لصحتنا. راكم شفتوا المقادير ديالو سهله بسيطه الفاكهه الموسم ديالها. جربوه البنات دوك يعجبكم ويعجب وليداتكم بزاف بزاف. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش البنات بجيم بالبارطاج التعليقات ديالكم اللي راكم فرحيني. نشوفكم في وصفه اخرى ان شاء الله. اذا بغيت تعرف بدنو تجمع من الوصف الحسنى مشروب بالحمورة لونو مربوع قامتو يتكنى.